بسم الله الرحمن الرحيم. عروسة بعتالي وبتقول لي عندي مشكلة جامدة يا ياسمينة، ومحتاجة ان انتي تنصحيني. انا عروسة متجوزة من شهر وخايفة جدا من العلاقة الجنسية، وحصلت مرة واحدة وبقالها شهر ما حصلتش، اعمل ايه؟ خايفة جدا. يلا بينا نتكلم لكل العرايس عن التشنج المهبلي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو اتطلب مني كتير يا ياسمين، اتكلمي عن التشنج المهبلي والخوف من العلاقة الجنسية، وهل كل العرايس دلوقتي بيحصل لهم كده؟ لو انت اول مرة بتشوفيني تنوريني على القناة، اشتركي وفعلي الجرس واللايك يا بنات، لان اللايك بيفرق جدا في الفيديو وبيشجعني ان انا ارد على اسئلتكم واعمل لكم فيديوهات ايه دايما ايه جديدة، ودايما تكون مفيدة وبناء على طلباتكم من عينيا. طلباتكم اوامر. بسم الله الرحمن الرحيم. التشنج المهبلي بيحصل لبنات كتير؟ لا، مش بنات كتير، يعني نسبة من البنات بيحصل لها ونسبة ايه من البنات لا. طب التشنج المهبلي ده مرتبط بالعلاقة الجنسية؟ لا، هو مش مرتبط بالعلاقة الجنسية، هو بيكون خوف شديد عند البنت. يعني هتلاقوا طبيعة البنت دي في حياتها عامة بتخاف، يعني بتخاف تخرج لوحدها، بتخاف تبقى في المواصلات، بتخاف من السفر. يعني انتوا هتلاقي ان البنت اللي بيحصل لها بعد الجواز تشنج مهبلي هي طبيعتها حساسة، او هي خوافة، او يعني بطبيعتها. طب التشنج المهبلي ده ممكن يكون اسبابه عضوية، يعني هي مثلا عندها تشنج في عضلات المهبل، جوزها يعني ايه ما كان جاف معاها في فترة الخطوبة، اتجوزت يعني اتخطبت واتجوزت على طول، او زي ما في بنات بعتالي كده وانا مستغربة ان ده موجود، يعني في 2022 ان بنات بنت مثلا اتخطبت من غير ما تشوف عريسها، يعني ام العريس جت خطبتها او ما شافتش العريس خالص هتتجوزه كده. يعني انا في ساعات حاجات بتجيلي انا مش عارفة اذا كانت حقيقي ولا اشتغالة ولا ايه، مش عارفة. يعني هل لحد دلوقتي بيحصل ان ام العريس هي اللي بتروح تخطب العروسه، والعريس ما بيشوفش العروسه، والعروسه ما بتشوفش العريس؟ طب دول هيتجوزوا ازاي؟ يعني تتجوز وتبقى مطلوب منها انها تتجرد من ملابسها قدام واحد، او تعمل علاقه مع واحد هي اصلا ما شافتوش وما تعرفوش، وهو نفسه ما شافهاش وما حصلش كلام. اولا طبعا ده مش شرعي خالص، يعني ما فيش حاجه في الشرع تقول ان واحد يتجوز من واحده، او هما الاثنين يتجوزوا من غير ما يشوفوا بعض، يعني الاهل هم كده، سواء ما بينهم مصالح بقى، او يعني انا معرفش بقى، يعني مش بصراحة. اكتبوا لي في التعليقات انتوا هل ده موجود لحد دلوقتي؟ طب انتوا ايه رأيكم فيه؟ بصراحة لا حول ولا قوة الا بالله، ملوش علاقة بالشرع ولا الدين ولا الانسانية ولا اي حاجة يعني. فنرجع تاني لموضوع التشنج المهبلي. فاحنا قلنا ممكن خوف شديد من فكرة العلاقة نفسها، هي خوافة بطبعها، هي في كلام بقى الأم أو الأب، أو كان في كلام كده إن الرجالة وحشين، أو إن العلاقة الزوجية دي وحشة. طبعا احنا كنا عملنا فيديو على اللي هي الأصوات اللي أثناء العلاقة الزوجية، وإن في بنات اتربى في دماغهم ان العلاقة الزوجية دي علاقة سيئة وعلاقة قبيحة، وان مؤلمة، وان بيحصل فيها تعذيب من الاب الى الام، وقلنا ان البنات دي لازم يتعالجوا نفسيا، او حد يتكلم معاهم، او احنا نبدأ نعمل كده فيديوهات لتوعية للبنات دي ان العلاقة الزوجية دي علاقة كلها حب ومودة ورحمة، وعلاقة ربنا شرعها، وعلاقة حلال، وان ما فيهاش ألم ولا اي حاجة. كل ما اقول كلمتين الباب يخبط والجرس يرن، مش عارفه اركز في الفيديو، الفيديو مهم، اعمل ايه في الباب ده؟ المهم نرجع تاني. فاحنا قلنا ان ايه، البنات دي بيتربى عندها عقده كده نفسيه ان العلاقه الزوجيه دي وحشه، فطبيعي انها اول ما تدخل بقى هي علاقه زوجيه تبقى اصلا متشنجه ومش طايقه جوزها وخايفه ومرعوبه. فده اللي بيعمل بقى ايه، عقلها الباطن او العقل اللاواعي بيدي كده اشارات للعضلات الحوض تقفل، عضلات المهبل تقفل. فطبعا ايه، انا عايزه اقول لكم ايه، ان لما عريس وعروسه عروسه بيحصل لها التشنج المهبلي، العريس ده بيروح للدكتوره كده يقول لها انا مش عارف اعمل حاجه، انا كل ما اجي يعني سوري ادخل او ادخل الاقي حيطه. يعني العريس دايما بيوصفها كده، حيطه سد، في قدامي حيطه سد، انا مش عارف اعمل اي حاجه. مهما بقى
العروسه دي نحاول ايه نديها كده مثلا ايه، هتقولي لي ما هي ممكن العروسه تاخد مهدئات، ما ولا بتعمل اي حاجه على فكره، حتى المهدئات دي ممكن بتعمل كده مثلا ريلاكسيشن في الجسم، لكن تيجي وقت العلاقه البنت بتتشنج، لان دي بتبقى حاجه لا اراديه، الجهاز العصبي بيدي الجهاز العصبي والمخ بيدي اشارات كده لعضلات الرجلين تقفل، عضلات الحوض تقفل، فاهمين انتوا الرحم ايه يحصل فيه زي ايه انقباضات. طب ايه هي حلها؟ اولا ان انت ما تحسيش بالذنب خالص، ان دي حاجه من غصب عنك، لازم تعرفي ان العلاقه دي علاقه حلال، لازم اي حاجه انت متضايقه منها تتكلمي فيها، يعني لو انت ايه كنت مثلا من صغرك حصل لك حاجه او في حاجه مضايقاكي او حصل لك تحرش، تتكلمي مع حد مختص يحاول ان هو ايه يشيل الاثار دي من عليك، تحاول تسمعي قناه مع ياسمينه وتعملي شير لاصحابك لقناه مع ياسمينه، عشان البنات جامدين والستات جامدين وجامدين في اللايك برضو، عشان ايه تقدري ان انت تتخلصي من الفكره اللي مسيطره على عقلك. طبعا طبعا تاخدي وقتك في الاختيار وتختاري العريس الصح والزوج الحنين، اختاري اللي يحبك، اختاري اللي عايز يرتبط بيكي يسعى اليكي. فترة الخطوبة اختاري اللي هو الراجل الحنين، الراجل الحنين، مش مهم، مش الفلوس كل حاجة، مش الشهرة وان هو يبقى رئيس مجلس ادارة مش عارفة ايه وصاحب مش، لا لا لا، بصي على الاخلاق، على التصرفات، على الشخص اللي هيعيش معاكي، مش حاجات تانية. طبعا ان انت تتكلمي معاه، خدني بالراحة واحدة واحدة، اللي ما تعملش النهاردة يتعمل بكرة. طبعا وجود فترة مداعبة ممكن قبل الجواز طبعا، وده بنصح بيه كل البنات، نروح لدكتورة نساء. انت لو عندك التهابات ممكن الالتهابات دي تبقى عاملة لك التشنج. ازاي يا ياسمينة؟ حضرتك عندك التهابات مزمنة قبل الجواز ما عالجتهاش، مجرد الزوج ما بيجي سوري يعني يعمل دخول او يدخل العضو الذكري، انت المكان نفسه بيلتهب، المكان نفسه بيبقى مش مستحمل، ما هو المكان داخليا كله التهابات، مع طبعا العلاقة الزوجية، العلاقة الزوجية دي اساسها ايه؟ اساسها احتكاك، فمع الاحتكاك ووجود بقى الالتهابات المزمنه واللي عندك ديت، فطبعا دي بتعمل لك زي ايه حرقان شديد، فانت مش بتستحملي، مع بقى ممكن يوصل للمثانه، فالالتهابات دي بتمسك بقى منطقه الحوض يعني والمهبل وكمان المثانه، فبيبقى الموضوع ايه موضوع صعب قوي. فلازم لو حضرتك عندك التهابات قبل الجواز نعالجها، عشان ما تزودش الموضوع. حاولي اندمجي مع جوزك، شغلي مزيكا انت بتحبيها، بلاش الاضاءه، يعني اضاءه هاديه خالص، ليد كده اباجوره يا دوبك، اعملي الحاجه اللي انت مستريحه لها، يعني انت مش عايزه تلبسي لانجري خلاص يا ستي، يعني حاولي ايه فهمي العريس كده، خدني على الهادي لحد ما انا ايه نتخطى المرحله الاولانيه دي ونبدا ناخد ايه ناخد على بعض، والموضوع هيجي لوحده ويجي بالتدريج. انا صريحه جدا معاكم، اول كام شهر في الجواز متعبين لكل البنات، يعني سوري يعني اللي تتجوز دي وتقولك ده الموضوع جميل وحلو ومش عارفه ايه، لا معلش يعني انت كنت متجوزه قبل كده بقى يعني. فخليني صريحه مع كل البنات، وكل البنات بقول لهم اول كام شهر في الحياه الزوجيه وفي العلاقه الزوجيه مؤلمين طبيعي، مكان محدش قرب له، حاجه جديده عليكي، يعني حاجه بتدخل في حاجه، فطبيعي يبقى المكان مش مهيئ للموضوع ده. وفي حاجه بقى قالت لي عليها دكتوره النساء انصح بيها البنات اللي خايفه من حدوث العلاقه وهو ازاي الموضوع بيحصل وكده، انا عايزه اقول لك ان الرحم ده عنق الرحم او المهبل عبارة عن عضلة، العضلة دي بتتمدد بشكل وحجم عضو الزوج. الفيديو للمتزوجات، للعرايس، للبنات اللي فاضل لنا اسبوعين وهنتجوز، القناه النسائيه، عشان انا ببقى واضحه جدا في الكلام، واللي بتتفرج عليا متزوجه او عروسه في اول جوازها او بنت فاضل لها اسبوعين وهتتجوز، فاللي انا بتكلمه ده ثقافه جنسيه مفروض انت تبقي عارفاها عشان تعرفي تعيشي حياتك الايه؟ حياتك الزوجيه.
فطبيعي حاجة جديدة عليكي حضرتك. المهبل دي عبارة عن عضلة يعني بتوسع وتضيق على حسب حجم وشكل العضو، عضو الزوج. فهو انتوا واحدة واحدة هتاخدوا على بعض، واحدة واحدة العلاقة هلا هتتم. ممكن طبعا تجيبوا اللي هي الكريمات بقى اللي هي بتسهل العلاقة الزوجية دي، ماشي يا ستي هاتيها، بس اهم حاجة اهم حاجة اندماجك ومساعدتك لزوجك. وطبعا طبعا التمارين اللي بنعملها قبل الجواز، المشي، التمارين اللي قبل الجواز ديت كده هو بتوسع عضلة الحوض، بتبقى مفيدة جدا التمارين اللي قبل الجواز. يا رب اكون قدرت افيدكم. لازم تشوفي ملف نصائح للعرايس وملف ليلة الدخلة، هتلاقيهم تحت الفيديو، وادخلي على القناة هتلاقيني عاملة لكم كده موضبة لكم كل الملفات، تجهيزات العرايس ونصائح للعرايس وليلة الدخلة وكل حاجة. بس انتوا ادخلوا على القناة واعملوا شير لاصحابكم، وشكرا لكم.